مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء العربية الفريدة التي تحمل في ثناياها العديد من المعاني الرفيعة والقيمة. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم فوزة. فوزة اسم علم مؤنث من أصل عربي وصوابه بفتح الفاء فوزة، وهي واحدة الفوز، وهو مصدر للفعل فاز، وفاز بي، وفاز على، وفاز في، وفاز من، يفوز فوزا فهو فائز، وهي فائزة. يقال فاز الشخص أي أصاب وأفلح، وفاز على خصمه أي تغلب عليه، وفاز بالجائزة أي نالها وظفر بها، وفاز من الشر أي نجا منه. والفوزة من النساء هي الإنسانة المتقدمة في النجاح والفلاح، السابقة في التفوق، الظافرة بالأمان والخير، المتغلبة على الخصوم، والناجية من الشر. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة متفوقة في دراستها وتحب القراءة والرسم، لديها عقل إبداعي وتفكير خلاق، وتتخذ قراراتها بجرأة فائقة، متواضعة مهما وصلت لمناصب عليا، تعشق الهدوء والأماكن المرتفعة ولا تحب الزحام، بيتوتية ولا تحب كثرة الخروجات، تقتصد في صرف المال ولا تنفقه لكي لا تفقد مكتسباتها. وهذه بعض الأبيات الشعرية: فوزة يا زهرة العمر الجميلة، يا نور العيون والقلب الدليلة، في حضورك يبتسم الزمن ويتلاشى الحزن وينكسر الملل، فوزة يا نجمة في السماء، يا طائرا يرفرف بجناح الصفاء، يا أغنية العشق الأبدية، يا من تملكين كل الأمان الوردية، فوزة يا نور السماء، يا عشقا لا يعرف النسيان ولا الفناء، أنت في الروح وفي القلب نبض، وبحبك تفيض الأيام بالحب. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم فوزة؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك، ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.